السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. مجلس نواب الشعب يرفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على أن يواصل اليوم الجمعة التصويت على فصول هذا القانون. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس الخميس إلى مدينة نابل، أين قام بجولة على الأقدام استمع خلالها إلى مشاغل المواطنين وزار مستودع القطارات. وقد شدد رئيس الجمهورية خلال الزيارة على ضرورة عدم التفريط في المرفق العمومي للنقل والتصدي للفساد بكل أوجهه، كما تحول رئيس الدولة إلى مستودع السكة الحديدية حيث عاين حالة العربات والوضعية التي هي عليها، واعتبر أنه من بين أبسط الحقوق المضمونة للمواطن الحق في التنقل بكرامة. الأمر يتعلق بالسكة الحديدية، ولكن أيضا بالشركات الجوية للنقل وشركة تونسية للنقل، وللأسف تم التفريط فيها. ونشوفوا الوضع الحالي، تو نمشيو كانت حبل الدب، وتو نشوفوا قداش من عربة اللي هي أموال الشعب موجودة ملقاة على طريق قارعة الطريق. تعلقش بنابل فقط، ولكن عدد كبير من العربات، لا ومش الكبير بالنسبة للتونسي، معناها معاناة يومية. طيب معناها هذاك هو اللي بداوا من عام 85 التفريط في المرافق العمومية الكل للخواص، معناها المعاناة بتاع الشعب التونسي. شوف من اقتلاع الفساد من جذوره في تونس، وحرب دون هوادة، وبالتأكيد أنت تحارب في الفعل، لأنا بالأخص في الآن نتحمل كل مرة على نفس الجبل ونعرف أي معناها بالحد الأدنى كانت تم رسكلتهم في الفولاذ. معناها شوف قداش من آلاف الأطنان من الحديد، وهذا جزء بسيط لأنه الهدف نتاعهم هو ضرب النقل العمومي. والنقل العمومي والناس اللي تقعد كل يوم باش تمشي تستنى ساعتين ولا ثلاثة ركوبات باش يركب، وفما خطوط نحاو، علاش نحاو؟ منهم من الخطوط الحديدية. الدرجة نتاع الخراب وضرب مرفق من بين أهم المرافق، طيب خارج الخدمة، ما عاد استعملهم من جديد. آلاف الأطنان بالحديد. معناها التونسي عنده الحق في التنقل، مش الحق في التنقل في الدستور. حق في التنقل في الواقع، ما الدستور تعمل باش اي وفي ظروف طيبه تحفظ كرامه التونسيين. ولنا وزاره النقل والشركه وين هي؟ وعلاش مخليتهم هكا بشكل هذا؟ راهي وكر نتاع الفساد هاكا ظاهر. ذهب ملوح. وسنوافيكم مشاهدينا بمعطيات اوفى عن هذا النشاط في نشراتنا القادمه. في موضوع آخر، سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم أوراق اعتماد 7 سفراء جدد لتونس بالخارج، وهم كل من نوف الهدية سفيرا للجمهورية التونسية لدى جمهورية البرتغال، اسكندر دانغازلي سفيرا للجمهورية التونسية لدى مملكة هولندا، نبيها حجاجي سفيرة لدى جمهورية فنلندا، محمد كريم بودالي سفيرا لدى دولة الكويت، مفيدة الزريبي سفيرة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة طرابلسي سفيرة لدى جمهورية اليونان، منير الجملي سفيرا لدى دولة بوركينا فاسو. وأكد رئيس الجمهورية خلال موكب تسليم أوراق الاعتماد وفق مقطع فيديو نشر على صفحة الرئاسة أن المنعرج التاريخي الذي يعيشه العالم والإنسانية جمعاء يتطلب أن تكون تونس في الموعد مع التاريخ. أنتم سفراء للجمهورية التونسية، ولكن لا تنسوا أبدا القضية المركزية وهو الحق الفلسطيني، فأينما حللتم دافعوا عن بلادنا العربية وعن الحق الفلسطيني المشروع في أرضه كاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. شكرا.
في شأن برلماني، سيواصل أعضاء مجلس النواب اليوم الجمعة خلال جلسة عامة بقصر باردو التصويت على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد أن تمت مناقشته خلال جلسة أمس. وينص مشروع القانون الذي يضم 7 فصول على تجريم التطبيع اعترافا وتعاملا. وكان مجلس نواب الشعب قد انطلق منذ صباح أمس الخميس في النظر في مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه. وقد شهدت الجلسة مواقف مختلفة من هذا المقترح، نقف عندها في سياق التقرير التالي لأيمن بالحاج سالم، نتابع. رغم إجماع كل نواب مجلس نواب الشعب بضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه، فإن مواقف البعض منهم اختلفت حول مقترح القانون المعروض على الجلسة العامة. جهة المبادرة تمسكت بمقترح القانون وأكدت أن المصادقة على هذا القانون سيكون بمثابة حجة جديدة على دعم تونس اللامشروط للشعب الفلسطيني في حربه المتواصلة ضد الكيان الصهيوني، وتناغما مع موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد. سيد الرئيس قال التطبيع ذا خيانة عظمى ولا بد أن تجرم، وإحنا نريد أن نترجم قرار سيادة الرئيس السياسي إلى صيغة قانونية لكي يصبح له مفعول في الواقع. ونحن متماهين مع إرادة سيادة رئيس الجمهورية اللي كررها أكثر مرة في علاقة بالحق الفلسطيني اللي ضمناه، الحق الفلسطيني التاريخي. اليوم إذن المعركة هي معركة تحرير كامل الأرض السليبة بفلسطين، وهذا هو اللي مشينا فيه في المبادرة متاعنا في لينتصر الشعب، عدم الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني، وبالتالي إذن قطع الطريق أمام أي شكل من أشكال التعامل والاعتراف مع هذا العدو الذي بات اليوم إذن تجزم فيه كل الإنسانية على بشاعة وعلى وحشية تعامله إذن مع في حق أبنائنا في فلسطين. مشروع القانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ما شفناش فيه اختلافات بين الجهة المبادرة وبين أعضاء اللجنة والأعضاء اللي حضروا الأعمال متاع اللجنة كما كنا نتوقع ولا كما يصير في بعض القوانين. هذا جاء إيمانا من النواب الكل اللي القانون هذا لازم يلقى صيغة تشاركية وتوافقية ويخرج من اللجنة للجلسة العامة. من جهة أخرى اقترح عدد من أعضاء البرلمان مزيد التعمق والنقاش وتوحيد المواقف بخصوص مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعقد جلسات تشاور مع رئاسة الجمهورية ومختلف الوزارات ذات الصلة. الإرادة الشعبية عامل من العوامل، ليست هي المحدد الوحيد، وإنما اليوم عنا الدبلوماسية متاعنا، عنا رأي رئيس الجمهورية، عنا رأي مختلف مؤسسة الدولة مهم. نحن طالبنا في المجلس بعقد معناتها جلسات تشاور ذات علاقة في الموضوع مع ممثلي مختلف الوزارات ذات الصلة بالموضوع لمزيد التشاور وتعميق النقاش والنظر، حتى يكون، لأن هذا مشروع القانون سيصدر باسم الدولة التونسية، نريده أن يعبر على معناتها الموقف، وهو متماهي مع الموقف يعني من مع الموقف السياسي. رئيس مجلس نواب الشعب أكد أيضا أن تونس قيادة وشعبا ضد التطبيع، وموقفها ثابت لتحرير كامل فلسطين، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لهذه الجلسة العامة. وفي تونس أرجعنا البوصلة إلى طبيعة الصراع العربي الصهيوني، وأن في تصريح رئيس الدولة من أن التطبيع خيانة عظمى هو تصريح أخلاقي وسياسي أرجع الأمور إلى نصابها، فاختزال الصراع في أنه إسرائيلي فلسطيني هذه مغالطة للتاريخ، الصراع هو عربي صهيوني. وتزامنا مع الجلسة العامة تظاهر عدد من المواطنين أمام مجلس النواب بباردو للمطالبة بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، تماهيا مع الموقف الرسمي للدولة التونسية. وجه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أثناء لقائه أمس الخميس بمقر الوزارة مع عدد من سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين في تونس رسائل للسفراء
وحثهم على إبلاغها لعواصمهم، مجددا إدانة تونس الصارمة للاعتداءات غير المسبوقة المنتهكة للقانون الإنساني والمواثيق الدولية التي ما فتئ يقترفها الاحتلال. وأكد الوزير وفق بلاغ أصدرته الوزارة موقف تونس المبدئي والثابت المناصر للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه المحتلة، سيما مع تصاعد وتيرة العدوان الغاشم والممنهج على الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل صمت مطبق من المجموعة الدولية منها المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ومن جهتهم أكد السفراء وفق البلاغ ذاته ضرورة مواصلة التحاور وتبادل وجهات النظر، متعهدين بنقل رسائل تونس لعواصم بلدانهم. وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى 78 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة اليوم وقطاع غزة على وجه الخصوص من عدوان غاشم وغير إنساني مخالف لكل القوانين، مضيفا أن هذا العدوان يتم في ظل عجز الأمم المتحدة عن إنفاذ قرارات أجهزتها وإيجاد حل نهائي دائم لهذه المظلمة التي يصعب وصفها لشعب بأسره من خلال الفرض الممنهج والمنظم لسياسة الأمر الواقع والعنف الشديد، إنما بات يمثل تحديا جديا لمدى فاعلية ومصداقية المنظمة أمام ما تشهده من استهتار بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة. ومتابعة لأوضاع التونسيين المقيمين بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تواصل عدوان الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، اتصل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بسفير الجمهورية التونسية برام الله حبيب فرح الذي أكد سلامة كافة أفراد العائلات التونسية بغزة والضفة الغربية وحرص السفارة على التواصل الدائم معهم للإطمئنان ولمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يواجهونها. بهذه المناسبة أسدى الوزير تعليماته بمزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية، منوها بما تقوم به البعثة في هذا الخصوص وبجهودها من أجل الاطلاع بمهامها على أكمل وجه في هذا الظرف الدقيق والصعب والذي يندرج في إطار الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية التونسية في العناية بمواطنيها والإحاطة بهم وفي خدمة القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بعناوينها. مجلس نواب الشعب يرفع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على أن يواصل اليوم الجمعة التصويت على فصول هذا القانون. ويمكنكم مشاهدين متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.